الحوثيون يبدأون إجراءات فتح الطرقات والمعابر في تعز اليوم، وهذا ما حدث. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. محافظ تعز المعين من قبل الحوثيين بجاش يشرف على فتح معبر فرعي إلى تعز، حيث بدأت جماعة الحوثي عملية رفع الحواجز الترابية تمهيدا لفتح طريق فرعي ظل مغلقا منذ سنوات على سكان محافظة تعز جنوب اليمن، قبيل انعقاد جولة ثانية من المفاوضات مع وفد الحكومة بشأن هذا الملف في الأردن. وقد أشرف محافظ تعز المعين من قبل الحوثيين صلاح عبد الرحمن بجاش اليوم على التهيئة الجارية لرفع الحواجز الترابية تمهيدا لفتح طريق من وسط شارع 60 مرورا عبر شارع 50 ومن ثم 40 وصولا إلى مدينة النور وبير باشا داخل مدينة تعز. وذكرت مصادر أن محافظ تعز المعين من قبلهم صلاح بجاشة أشرف على فريق رفع الحواجز الترابية هيدا لفتح طريق من وسط شارع 60 مرورا عبر شارع 50 ومن ثم 40 وصولا إلى مدينة النور وبير باشا داخل المدينة. ومن المقرر أن يعقد وفد الحكومة والحوثيين جولة مشاورات ثانية في الأردن لفتح معابر تعز المغلقة برعاية مكتب المبعوث الأممي هانس غرودنبرغ. وأشار المحافظ الحوثي بجاش إلى أن الطريقة التي سيتم فتحها ستعمل على تخفيف معاناة المواطنين خاصة المرضى والمواطنين الداخلين والخارجين للمحافظة، معربا عن الأمل في أن تقابل هذه المبادرة بالمثل ويتم فتح الطرق أمام المواطنين.